أصدقائي، مرحبا بكم من جديد على قناتكم أو صفحتكم أتعلم ميكانيك السيارات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اشتعال نار في السيارة أو احتراق السيارة؟ فالسبب الأول كما تعلمون هو التماس الكهربائي، ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التماس الكهربائي، وما هي الحلول من أجل تفادي تلك المشاكل؟ أول شيء كما قلت لكم، فإن المشكل الأول الذي يسبب يعني الاحتراق للسيارة أو اشتعال النار داخل السيارة كما تعلمون، فهناك عدة يعني حرفيين أو سائقين يقوم بقيادة السيارة، بعد ذلك يشم رائحة الاحتراق أو هناك دخان في السيارة، بعد ذلك ينزل وتحترق السيارة، بعض الأحيان تحترق بالكامل. فكما تعلمون فمعظم المواد الموجودة في السيارة خصوصا جهات المحرك أو داخل السيارة هي مصنوعة يا إما من البلاستيك أو من الأشياء أو المواد القابلة للاشتعال. يعني إذا كان هناك أداة اشتعال داخل السيارة هي التي تساعد في الاشتعال، يعني من السهل أن يكون هناك اشتعال أو احتراق. فالسبب كما قلنا هو التماس الكهربائي. فالمشاكل التي تؤدي إلى التماس الكهربائي هو عندما يكون هذا الزوز كما ترون أمامكم هناك تلف فيه أو ليس موجودا، يعني دور لا يقوم بدوره الأساسي، أو قد قمت بتبديله ب يعني جزء آخر ليس بنفس الصيغة أو نفس الدور. من ضمن تلك الأجزاء ما يسمى بفيزيبل أو المصهرة أو صمام كهربائي. فكما تعلمون فوق دار كل صمام كهربائي يوجد القيمة أو القدرة الكهربائية، إما 5 أمبير أو 10 أمبير أو 20 أمبير أو 70 أمبير، فلا يمكن أن تقوم بتبديل يعني فيزيبل أو صمام كهربائي ذو قيمة 70 أمبير تقوم بتبديله إلى 5 أمبير. فعندما أقوم بتغيير يعني صمام كهربائي ذو قيمة 70 أمبير إلى واحد ذو قيمة 5 أمبير، ف يعني 70 أمبير لا يدوب بسرعة و 5 أمبير يدوب بسرعة. يعني إن كان هناك مشكل في الجزء الذي يقوم 5 أمبير بالتحكم فيه يعني تالفا، فعندما يقوم برد ذلك التماس إلى يعني الفيزيبل أو صمام الكهربائي فليس هناك استجابة ولا يدوب، ما يؤدي إلى احتراق ذلك الجزء، ما يؤدي إلى تسبب في اشتعال النار داخل السيارة، يعني أداة الاشتعال الابتدائية. بعد ذلك فهناك مواد يعني قابلة للاشتعال في السيارة، ما يساعد مباشرة باحتراق ذلك المكان، بعد ذلك ينتشر يعني النار داخل السيارة بأكملها إن لم يكن هناك يعني بعض المواد الأولية للإطفاء. فكما قلت لكم، لكن عندما أقوم مرة أخرى بتبديل يعني صمام كهربائي ذو قيمة 5 أمبير إلى صمام كهربائي 70 أمبير، يعني أنني قد قمت بإعطاء يعني تسهيل ذوبان ذلك يعني الصمام الكهربائي ليس لديه القدرة الكهربائية ولا يستطيع تحمل تلك القدرة الكهربائية، ولذلك التيار الذي يمر منه سيدوب بسرعة حتى إن لم يكون أي مشكل في ذلك الجزء، لا ينتظر أن يكون مشكل في ذلك الجزء، لكن قدرته ليست مثل القدرة الكهربائية المرة منه. هناك بعض الأشخاص يقومون بتبديل الفيزيبل، وعندما يكون يعني صمام الكهربائي محترقا يقومون بإضافة سلك يعني يشتغل، لكن قد يكون كمية يعني السلك ليس في سبيل المثال 5 أمبير، 5 أمبير وقيمة يعني الصمام الكهربائي يعني الأصلي في ذلك المكان 5 أمبير، وقمت بإضافة السلك ما يساعد أنك قد تقوم بإعطاء له قيمة إضافية، يعني قد تصل إلى 15 أمبير أو 20 أمبير حتى إن كان ذلك الجزء يحترق في سبيل المثال، ولكن القدرة الكهربائية لذلك الجزء 5 أمبير فلا يمكن لذلك السلك أن يدوب.
يعني إن أردت أن تقوم بتبديل يعني أن تقوم بتلك العملية بربط السلك على ثم الصمام الكهربائي أو الفيزيبل، وما عليك إلا أن تقوم بإعطاء له نفس القدرة الكهربائية كي يقوم بالذوبان أثناء أو الاستجابة إلى ذلك الجزء عندما يكون هناك تماس في ذلك الجزء. كما تعلمون فالسيارة به يعني سالب في الهيكل، والموجب نقوم بالتحكم فيه بالأسلاك وتلك الإسلاك عندما يكون هناك جرح في تلك الإسلاك. عندما تقوم بعملية تماس مع الهيكل هيكل السيارة يؤدي ذلك إلى تماس كهربائي، لأن السلك بجرح وهيكل السيارة بأكمله حامل للطاقة السالبة، ما يؤدي إلى التقاء الموجب والسالب، ويؤدي ذلك إلى يعني إلى تماس كهربائي. عندما لا يكون فيزيبل في ذلك الجزء أو في ذلك السلك، ما يؤدي إلى تماس كهربائي واشتعال النار كما قلت لكم. ودائما عليك أن تقوم بمراقبة صمام ثنائي كل الأجزاء يعني التي هي بالضرورة يكون هناك مشاكل بها. دائما نجد صمام ثنائي، كل صمام ثنائي لديه قيمته القدرة الكهربية لذلك الجزء. عندما تريد أن تقوم بتبديل أي صمام كما قلت لك، دائما قم بتبديله بنفس صمام بنفس القيمة، يعني 5 أمبير ب5 أمبير، 20 أمبير ب20 أمبير، لا تقوم بالزيادة أو النقصة. فقد شرحت لكم الأسباب التي تؤدي إلى نقصان القدرة الكهربائية لذلك الصمام الثنائي، سواء نقصان أو زيادة. بعد ذلك فكما قلت لكم فالأسلاك الأخرى حاملة للطاقة الموجبة، وعلينا دائما أن نقوم بحمايتها بصمام ثنائي كي نقوم بتفادي يعني تماس كهربائي ولا يكون هناك احتراق. ودائما علينا أن نقوم بمراقبة الأسلاك لا يكون هناك جرح. وعندما تكون السيارة قديمة جدا لا تقوم ب يعني إصلاح تلك المشاكل، ما عليك إلا أن تقوم بتبديل الأسلاك بأكملها حتى لا تقع في مشكلة. أما السبب الآخر ما يسمى بالرولي، فلديه دور كبير يعني، فالدور الأساسي له هو عندما يكون هناك يعني جزء لديه قدرة كهربائية كبيرة مثل مراوح التبريد، يعني في سبيل المثال 120 واط أو 200 أو عفوا 130 واط، فليست مثل قيمة مصباح مصباح في سبيل المثال 5 واط. فعلينا أن نقوم بوضع رولي ذو قيمة عالية كي يكون هناك تحمل تلك القدرة الكهربائية. فأداة التحكم نقوم بالتحكم بالرولي في سبيل المثال بواحد واط أو 5 واط، لكن الرولي عندما نقوم بإعطاء له إشارة بتمرير الكهرباء فإنه يقوم بتمرير قدرة عالية من الكهرباء، ولديه ميزة أخرى أنه يقوم بتبريد تلك الطاقة الكهربائية. دائما تجده يعني درجة حرارته مرتفعة، فالأساس هنا أو دوره الأساسي أنه يقوم بتبريد تلك الطاقة الكهربائية. أما إن كان جزء آخر مثل صمام الكهربائي مكان الرولي فلا يستطيع أن يتحمل تلك القدرة الكهربائية، فحتى إن كان مشكل في ذلك الجزء فإنه يتلف، ما يعني تلفه يؤدي إلى حماية الجزء وحماية السيارة أن لا يكون هناك تماس كهربائي ولا يكون هناك اشتعال للنار في السيارة. فنصيحتي كما قلت لكم دائما عليكم أن تقوم بمراقبة هذه الأجزاء الصغيرة يعني التي لها دور مهم، فلا يمكن وضع أي جزء مكانه إلا أن يكون له دور مهم داخل السيارة. فتلك الأشياء التي تقومون بوضعها ويعني لا تريدون أن تقومون بتبديل تلك الأجزاء وتريدون أن تقوموا بوضع سلك أو بتمرير طاقة كهربائية مباشرة، فهذه الأشياء كلها
يعني فيها خطر عليك وعلى السيارة. قد يكون هناك يعني تماس كهربائي والأبواب، لذلك لا تستطيع أن تقوم بفتحها، فقد فإلا قدر الله فقد تحترق أنت داخل السيارة. شكرا لكم.